السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتجدد التحية بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم من جديد عبر برنامجكم عالم الصحافة، البرنامج اليومي لمناقشة العديد من المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. وقبل البدء بمشوارنا يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو رئيس لجنة الإعلام الإلكتروني الخليج، وأيضا رئيس تحرير جريدة الرياضي الإلكترونية السيد ماجد المهندي للتعليق على هذه الأخبار. ماجد مساك الله بخير. أسعد الله مساك. وإن شاء الله بس الزحمة ما صادتك اليوم. إي والله شوي زحمة، اليوم خميس إن شاء الله، ويكند جميل، والعالم الظهر طلع بدري من الدوام. الشوارع فاضية ولا، والجو هم على قولتك جو حلو، وأجواء وندوات وأجواء ديمقراطية، والجو كل شيء يدعو للبهجة الأيام هذه. إن شاء الله إن شاء الله دوم عشا دوم يا ربي، وإن شاء الله أيضا حديثنا راح يكون جميل جدا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل بعد ذلك نتواصل مع الصحف العربية. أهلا وسهلا بكم بالصحف المحلية. تتطلع كافة الفرق المشاركة في دوري فيفا لكرة القدم بأن يحالفها التوفيق خلال الجولة الجديدة التي ستنطلق هذا المساء عبر إقامة 4 لقاءات، يظل الأبرز منها ذلك اللقاء الذي سيتواجه به كل من الأصفر والبرتغالي. وبالذهاب إلى السلمية، فإن الفريق الكروي هناك يبدو أنه يعاني من بعض المشاكل المالية التي انعكست بالتالي على اللاعبين. وفي آخر أخبار اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شؤون اتحاد الكرة، فأن هناك اجتماع مهم سيعقد اليوم، ومن المنتظر أن يحمل الكثير لكرتنا المحلية. تستأنف اليوم منافسات دوري فيفا بعد توقف دام 20 يوما بانطلاقة نارية تجمع بين القادسية المتصدر أمام كاظم الوصيف على استاد الصداقة والسلام، ولعب البرتغالي مواجهة أقل من القادسية حيث لم يخسر الفريقان أي مباراة حتى الآن. وعلى استاد علي صباح السالم يستضيف النصر الخامس نظيره الفحيل 12، وتليها مباشرة المواجهة التي تجمع التضامن 7 مع اليرموك قبل الأخير، فيما يأمل برغان تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري على حساب سابخات في المباراة التي تجمعهما على استاد الشباب. بات غياب الثنائي الإيفواري إبراهيم أكيتا لاعب وسط السلمية وحارس المرمى خالد الرشيدي عن صفوف فريقهما في مباراة الجراء غدا ضمن الجولة 6 لدوري فيفا أمرا شبه مؤكد في ظل غياب الثنائي عن تدريبات الفريق في الأيام 3 الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبعادهما من حساباته في ظل عدم جاهزيتهما. وأكدت مصادر مطلعة أن غياب الثنائي عن التدريبات يعود للتأخير في صرف مستحقاتهم المالية. ووسط هذه الغيابات يبحث الجهاز الفني عن حلول بديلة لتجهيز الفريق لموقعة الجراء. تقام في 7 مساء اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة في مقر الاتحاد بمنطقة العدلية، وذلك لمناقشة رفع الإيقاف الدولي بدعم من الأندية الأعضاء، وكذلك لمناقشة الوضع القانوني للجنة من أجل تمثيل الاتحاد في المحافل الدولية. كما ستبحث الجمعية لطلب نادي برغان بشأن انضمامه لعضوية الاتحاد، وستتم مناقشة إلغاء عضوية من لا تنطبق عليهم شروط عضوية الاتحاد، بخاصة تلك الأندية التي لا تمارس بشكل فعلي نشاط كرة القدم. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومع ضيفنا وضيفكم السيد ماجد المهندي. أستاذ ماجد، يعني بداية توقعاتكم الأولية لانطلاقة الجولة 6 من عمر بطولة دوري فيفا لكرة القدم. أعتقد الجولة ساخنة بتكون، وبداية تكلمنا بداية نارية للجولة، يعني كاظم القادسية تحدث المواجهة بين الأول والوصيف. السالمية يبحث عن الجهراء اللي نقطة واحدة
مو قادر يعني أهل الجهران ما يلق فيهم النقطة هذه. نعم. التضامن يقدم مستويات يقابل يرموك في حيل والنصر، أعتقد مباريات جميلة ومباريات نارية. انقلت قمة وانقلت صراع من هروب من المؤخرة، وأعتقد هذا دوري الكل يعلم أنه دوري هبوط درجتين، يعني السنة الجاية البقاء الأقوى. صحيح، الكل يبي يكون في دوري الأضواء هنو يقولون، مو دوري المظالم. دوري المظالم ودوري الممتاز. نعم. بداية نبدي معك كاظمة والقادسية أستاذ ماجد، يعني اليوم شو تشوف كفة منه؟ والله شوف، أنا على مدى تاريخ كاظمة والقادسية دائما لقاءاتهم، على الرغم من تفوق القادسية خلال 12 و 15 سنة الأخيرة بفوز بالدوري وهو الكويت وتناصف البطولات مع نادي الكويت. نعم. إلا أن مباريات كاظمة بالدوري كاظمة ما يحصل بطولة، ولكن مباريات القادسية والدوري مهما كان القادسية وكاظمة فيها ندية، فيها شيء معين، ونادرا ما القادسية يعني يواجه صعوبة في الموسم مع كاظمة. في شيء تاريخي، في إرث تاريخي بين الناديين، بين الفريقين. صحيح. بين اللاعبين، يعني مبارياتهم تعتبر يعني شو أقول لك، مباراة كلاسيكو مصغر. أيوة. بالمنطقة يعني أنا يعني يحضرني أتذكر أيام قبل يقولون لنا، أيام ما كنا صغار وهذا النادي وهذا، فيقولون لنا أن إذا تبي تطالع مباراة حماسية تروح حق العربي والقادسية، إذا تبي تطالع مباراة فنية كاظمة والقادسية. كاظمة والقادسية حتى يعني في أمور من أيام النادي، يعني شفت لقاء الإسكندر. نعم. إحنا ويا القادسية حتى لو الدوري رؤية. يعني صحيح. لقاء. صحيح. في لقاء يعني تنافس أزلي مع الناديين. لا خصوصية. مع تفوق القادسية بالسنوات الأخيرة. نعم. بإحراز البطولات مع نادي الكويت. مع ذلك. إلا إن مبارياته مع كاظمة تحمل صعوبة ويخسر فيها أحيان، وأحيان يضيع عليه الدوري والسبب كاظمة. السبب كاظمة. بالضبط. أنت توقعك من؟ توقع أنا أخشى على القادسية الموسم هذا من فريق منظم. القادسية ما لعب مع فريق منظم بداية الموسم. جت مباراة الكويت مباراة سوبر ما تحكم عليها، مباراة واحدة وكانت بداية الموسم. لعب مع العربي ثاني مباراة بالدوري، العربي مثقل بالمشاكل، مثقل بالأمور اللي لا هي مرضية لا جماهيره ولا الأندية الكويتية، والعربي مو مستقر. أعتقد اليوم أول فريق يقابل القادسية فريق منظم، فريق يمتلك محترفين على مستوى عال، فريق يملك لاعبين على مستوى عال. أعتقد أن جماهير القادسية يملكها هالس أنه إذا خرجت من مباراة كاظمة اعتقد امورها ان شاء الله مع المشاكل بدون محترفين ومشاكل القادسية، اعتقد ان وانتقال المحترفين سواء سلطان او فهد الانصاري، اعتقد خروج القادسية اليوم من كاظمة يعني راح يقطع بعض طويل بالقسم الاول انه يكون متصدر، ما حد يشارك الصدارة. هل سنشاهد على طاري المشاكل مشاكل القادسية، هل سنشاهد بدر مطوع وعامر المعتوق؟ لا، بدر اعتقد تعافوا الغيابات اليوم، اعتقد طلال عامر ظروف خاصة ومحمد فهد الإصابة. بدر مطوع وعامر المعتوق اعتقد جاهزين وراح يكونوا مشاركين اليوم. حلو. نية حق مسألة المحترفين وسبب الحقيقي وراء انقطاع كيتا المحترف طبعا وخالد الرشيدي، يعني خصوصا عن تمارين سالمية في الفترة الأخيرة، مش السالفة؟ أخي فريد، هذه الاسطوانة تكررت خلال السنتين الأخيرة بكل الأندية يمكن باستثناء نادي الكويت. يعني أتمنى من الاتحاد الكويتي الجديد يطلع يسوي لجنة اسمها لجنة المزارعة أو لجنة العقود أو لجنة المحترفين. نعم. يعني بالدول الأخرى في رابطة المحترفين اللي هي الدافع دائما. نعم. عقود بينك وبين اللاعب سواء محترف أو بين المدرب، الوكيل عنده مطالبات ما تمشي بالانتقاد الشتوية، ما تسجل أي لاعب إلا أنت مخلص أو متفق مع اللاعب على جدوله. نعم. متفق مع اللاعب على جدوله أو تنازل أو المدرب تتفق على جدوله أو تسدد فلوسه. نهائيا ما يحق لك تسجل أي لاعب بالانتقاد الشتوية إلا تخلص أمورك المادية مع اللاعبين مع المحترفين. جميل. يعني هذه كل أندية مطبقتها، أتمنى اللجنة هذه تطبق تطلع تقترح اقتراح ان تشكل اللجنه هذه بحيث انها تحفظ حقوق اللاعبين وتحفظ حقوق المدربين. اتكلم عن المحترفين وعن اللاعبين المحترفين. حلو. اللي معامله حلو. المحترفين بس احنا المشكله على قولتهم شنو؟ الفلوس طبعا، اكيد مطالبات ماليه، ما في مجال رسمي مطالبات ماليه. شنو قصه الماده يعني كل... يعني الانديه كلها بصراحه اليوم انا اسمع صراحه، امس اتكلم احد من لاعبي عفوا من احد اداري نادي من الأندية ما ابي اقول اسمه، زين يقول 10 اشهر مو لما توقع 100 لاعبين مع مبالغ عاليه وما عندك ايرادات وما عندك تغطي المبلغ هذا، خليها على اعضاء الشرف ومخليها على يفرجها الله، هذا مو كلام بالنادي. يعني 10 اشهر يقول انت توقع مع لاعب، لازم تعرف ميزانيتك، هل عندك عضو شرف متكفل بالصفقه، عضو شخصيه بارزه بالنادي متكفل بالصفقه، من الى من الى لا هذا موضوع تتحمل الصفقه. واعتقد
مستحيل اللاعب او شخصيه بادئه تتحمل الصفقه وتضع النادي في هالمواقف الحرجه، ولكن قلت لك اكثر الانديه توقع ويفرجها ربك، هذا مثل عندنا بالكويت يفرجها ربك، اوقع معه اعطيه مقدم عقد ويصير خير ويصير خير. وهذا الامر اللي مزعجي خلال السنوات الاخيره باستثناء قلت لك نادي الكويت اللي للامانه نهائيا ما سمعنا نادي الكويت هذه. ما شاء الله يعني واضح ان بالضبط اداريينه بالضبط استاذ ماجد متكفلين فوق يعني ما الاتحاد او الحكومه متكفله، في اعلانات الدول المحترمه اللي تحت المنديات وتحت المدوريه، في اعلان ميزانيه، في مبالغ مرصوده للمحترفين، في ايرادات، وفي تعرف لا. انت حتى ميزانيتك تعرف ميزانيه المحترفين قدرتك على التعاقد مع التعاقد مع المحترفين سوبر صح. ستار ثلاث نجوم اربع نجوم صحيح. طيب هل سالميه راح يفي بالتزاماته؟ اعتقد شخصيه مثل تركي يوسف بالنسبه للاعبين بحجم كيتو بحجم خالد الرشيدي اعتقد عناصر اساسيه، ويكاد يكون الاثنين هم العمود الفقري لنادي السالميه. اعتقد ان تركي يوسف الشيخ تركي يوسف راح يحل المشكله باقصى وقت، ولكن قلت لك هذه مشكله تجتاح كل الانديه باستثناء نادي الكويت، اتمنى يوضع لها ضوابط من الموسم الجاي يعني الاتحاد ما تكرر المستوانه هذا، يعني هذا الحكي صوب الاتحاد صوب الاتحاد، اتمنى مثل اتحاد جديد نامل فيه كل ما هو جديد تطوير الرياضه الكويتيه، من ضمن التطوير اقتراح لجنه المحترفين. يقال يعني بأن الجمعية الغير عادية لاتحاد الكرة ستكون تاريخية، يعني هل توافق على ذلك ولا؟ شوف أنا العواطف أعتقد نتمنى أنها تكون تاريخية، ولكن كقوانين نتمنى في شيء احنا ما نعرفه، ولكن أعتقد القوانين يبي لها شوية وقت، لكن نأمل أن الأندية هي نفسها الموجودة اللي كانت بالاتحاد السابق أنها اليوم تجتمع وتتخذ قرار واحد، لأن القرار ملك الجمعية العمومية والأندية ملك الأندية صحيح. إذا اجتمعت اليوم الأندية كلها على قرار واحد أعتقد الجمعيات العمومية هي صاحبة القرار الأول والأخير، لما ترفع كتاب الاتحاد الدولي موافقة الأندية ايه؟ ترى الأندية في معلومة بس بقولها، الاتحاد السابق في الأندية 12 نادي من أصل 14 نادي قدموا كتاب للفيفا، إلى الآن الشعب الكويتي ما عرف الكتاب هذا وين راح إلى الآن، فقلت لك دائما الفيفا يقولك أنا مع الجمعيات العمومية مع الأندية. حلو. 12 نادي بالاتحاد السابق رفعوا كتاب بعدم تعارض القوانين الدولية مع القوانين المحلية. الكتاب هذا طبعا انت اجباري ما راح ترسله من الاندية، اجباري ترسله عن طريق الاتحاد. الى الان اذكر الزميل يعني عبد الرزاق معرفي واصطرحناه ببرنامج كنت معه، الى الان نبي نسخة الكتاب اللي راح موقع من الاندية، الى الان اتكلم وانا حرفيا ومسؤول عن كلامي، الى الان ما ندري الكتاب هذا النسخه اللي راحت والنسخه اللي جت، يعني الى الان حتى صيغه الارسال ما ندري، يعني خلينا نتكلم بشفافيه أكثر. شفافيه طبعا، يعني انغمت الكتاب الله اعلم، الكتاب اللي رد من الفيفا شنو طريقه الارسال الى الان ما ندري كاعلام اتكلم، لا وصل يعني اذا في واصل صحفيين ثانيين اصبح هذا خلل مني، بس انا اجزم لك ما هو وصل واصل الله الله انت تقولون ما وصل شيء الله اعلم. فانت لما توقع عندك الاغلبيه الجمعيات العموميه الانديه 12 نادي من اصل 14 وتثبت لك باقرار قوانين باجتماع بنادي السالميه بعدم وجود تعارض مع القوانين الدوليه مع القوانين المحليه، اعتقد هناك اكثر من علامه استفهام، نتمنى من الجمعيات العموميه والانديه نفسها اليوم يكون لهم موقف تاريخي ان شاء الله باذن الله. يعني احنا مثل ما يقولون نبي العنب ما نبي الناطور بالضبط، نبي رياضتنا نبي رياضتنا ترجع، نبي ان شاء الله باذن الله الاجيال هذه حرام انها تحرم صحيح بالضبط صحيح. عموما نذهب الى الخبر القادم من دوري اليد، صراع الصدارة في دوري الدمج لكرة اليد ظل على حاله ما بين الكبار، أما بالنسبة لفرق الوسط فإنها أنعشت أمالها بتحقيق بعض المكاسب على حساب الأندية المساوية لها من ناحية المساوية لها من ناحية المستوى الفني والبدني، وذلك بعد ختام الجولة السادسة. وبالانتقال إلى دوري كرة الطائرة فأن متابعي البطولة على موعد اليوم مع بعض اللقاءات التي من الممكن أن تشهد شيئا من الإثارة. تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يستضيف كارما فريق الساحل على صالة يوسف شاهين الغانم، فيما يحل الجراء ضيفا على الكويت. وينفرد كارما حامل اللقب بالصدارة برصيد 4 نقاط من فوزين على العربي والجراء، يليه الكويت والساحل والجراء ب3 نقاط لكل منهم مقابل نقطتين لكل من القادسية والعربي.
وفي المباراة الأولى يطمح البرتغالي المنتشي من فوزين في المباراتين الماضيتين إلى عبور الساحل والحفاظ على سجله خالية من الهزائم. حقق فريق الفحيحي لكرة اليد فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدور العام للعبة على حساب منافسي الساحل بنتيجة 27-19 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة. وبهذه النتيجة رفع الأحمر رصيده إلى 6 نقاط وارتقى بهم للمركز الثامن، بينما ظل الساحل من دون رصيد في المركز 14 قبل الأخير. وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة ذاتها حقق فريق الجهراء فوزا مهما على حساب التضامن بنتيجة 31-26. اهلا وسهلا بكم مجددا استاذ ماجد، يعني بداية كيف رأيت دوري اليد هذا الموسم بعد انقضاء 6 جولات حتى الآن؟ الكويت غرد وحيدا والبقية تأتي خلفه، لا جديد كرة اليد. يعني انت لا جديد. ما راح يعني هل سنشهد برأيك ولادة بطل جديد أم لا للكويت مستقبلا؟ لا، بس الأيام والكتاب باقي من عنوانه، أعتقد أن الكويت يعني يتربع من جديد على هرم جديد على يعني عرش كرة اليد. ما في مجال، ما أنت تشوف منافس ثاني أو تشوف فيه نفس، ما يعني غرد وحيدة من ناحية تعاقدات اللاعبين، من ناحية الطاقم الإداري، استغلال إداري نادي الكويت. ولا شك مثل ما تفضلت، لكن ساعات أنت تشوف مثلا القرين عند تبقى الفوارق بالضبط، خصوصا مع رجوع اللاعبين، يعني صقور صليب خاتم مثل ما يقولون. اعتقد القرين يحتاج بعد تدعيم بعد صفوف بلاعبين محليين على مستوى عالي لمجاراة الكويت. الكويت اعتقد نهائيا بوجود الغربلي، يعني موجود الكويت اعتقد صقر بالضبط. اي صدق يا الغربلي ما شاء الله، يعني من أعمدة هذه اللعبة. نعم. تقييمك لي حق كرة الطائرة، تقييمك لمنافسات دوري كرة الطائرة؟ والله يعني الطائرة هل يستحق كاظم الصدارة؟ طبعا يستحق كاظم، باع طويل وهو من رواد اللعبة ومن أساسيات اللعبة. تستبشرنا خير بالكويت قبل موسمين إن طلعت اللعبة ونادي الكويت وأخذ دوري، لكن أعتقد أن ردت الريادة إلى كاظمة وراح يغرد الحين، خصوصا مع مشاكل قادسية حاليا بالطائرة. ان شاء الله نامل ان نشوف دوري نار مثل ما يقولون، مثل اليد مثل القدم. تبي انت تبي فوز المعتوق بالطراوي، وتبي الودعاني، وتبي عبد الرزاق حمد عبد الرزاق، وتبي يعقوب حسين. هذه الايام راحت يا ابو. نعم صاد والله. عموما السيد ماجد المهندي رئيس لجنه الاعلام الالكتروني الخليجي ورئيس تحرير الرياضي بصحيفه الرياضه الالكترونيه، كل الشكر لك واثريتنا بصراحه. حبيبي فريد، شاكر لك وان شاء الله هبنا شبكني على قول ترمنا اخوان سيم تيو مثل ما يقولون. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل بعد ذلك الى الصحف العربيه. اهلا وسهلا بكم من جديد. النادي العالمي يتطلع حاليا الى تحصيل المبالغ التي وعد بها من قبل الداعمين الاساسيين للنادي، وذلك بعد فتره انتظار طويله نسبيا جعلته في وضع لا يحسد عليه مع بعض العناصر التي طالبت بمستحقاتها الماليه، الامر الذي ينذر بتجدد حاله عدم الاستقرار في هذا النادي السعودي الكبير. وبالتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فأن الفوز الذي تحقق على حساب المنتخب العراقي في التصفيات القارية حمل معه خبر مميز لأحد نجوم الأبيض، وذلك بعدما تصدر قائمة هدافي التصفيات المونديالية.
ينتظر أن يعلن مجلس أعضاء شرف نادي النصر خلال اجتماعه الذي سيعقد الثلاثاء المقبل قائمة بالأسماء التي سلمت دعمها لإدارة النادي بعد اجتماع أعضاء الشرف في رمضان الماضي، والبالغ 65 مليون لم تستلم الإدارة منها سوى 17 مليون. كما ستعلن الأسماء التي لم توفي بوعدها للرئيس النصراوي. وتعاني إدارة نادي النصر خلال الفترة الحالية من أزمة مالية خانقة تتطلع إلى إنهائها، وتكمن المعاناة النصراوية في وجود ديون متراكمة بسبب تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ودفعها رواتب تقارب 6 ملايين ريال شهرياً. انفرد مهاجم منتخب الإمارات الوطني أحمد خليل بصدارة هداف التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 روسيا بتسجيله هدفا في مرمى العراق خلال الجولة السادسة والتي أقيمت في استاد محمد بن زايد، ليرفع رصيده إلى 15 هدفا متفوقا على المهاجم السعودي محمد السهلاوي الذي يليه في الترتيب برصيد 14 هدفا. كما عزز الغزال الأسمر موقعه في صدارة هدافي تصفيات المونديال حول العالم، إذ يتصدر هدافي تصفيات أوروبا البرتغالي رونالدو 7 أهداف، وهو الرصيد الذي يتصدر به الأوروغواياني كافاني لائحة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية. مشاهدينا الكرام، الصحف العالمية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد في الصحف العالمية. ضربة جديدة تلقاها المرينجي بسبب داء الإصابات التي ألمت به، فبعد لاعب الوسط الألماني المقاتل والمقاتل البرازيلي جاء الدور على مهاجمه الأسباني الشاب، وعلى العكس من ذلك استعاد الأتلتي قبل معركة ديربي العاصمة خدمات نجم وسطه الأرجنتيني ليضفي القوة على كتيبة سيميوني. تلقى نادي ريال مدريد ضربة قاسية قبل معركتي الديربي أمام أتلتيكو مدريد والكلاسيكو أمام برشلونة ببطولة الليغا الإسبانية. ووفقا لصحيفة آس، أصدر الملكي بيانا رسميا يؤكد فيه غياب المهاجم ألفارو موراتا عن الملاعب لمدة شهر. وقال البيان: بعد إجراء فحوصات طبية بعد التدريبات تبين أن المهاجم يعاني من إصابة أوتار الركبة، لينضم بذلك لقائمة المصابين في الريال وهم البرتغالي بيبي والبرازيلي كازيميرو والألماني توني كروس. يستعد الأرجنتيني نيكولاس غايتان لاعب وسط أتلتيكو مدريد للمشاركة مع روخي بلانكوس ضد جاري ريال مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني. وكان غايتان عانى من إصابة في كعب القدم خلال الأيام الماضية. وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن التقارير الطبية للأرجنتيني أثبتت جاهزيته واستعداده للمشاركة مع الأتلتي ضد الميرينغي. ولم يشارك غايتان مع منتخب التانغو في آخر مبارتين ضمن تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة. يبدو أن الظهير الأيسر الإنجليزي بات لا يناسب طموحات الداهية البرتغالية، ولذلك يسعى سبيشال ون للفوز بخدمات لاعب البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي. وبالسفر إلى عاصمة الجمال في فرنسا، فأن باريس سان جيرمان سيفتقد لجهود لاعب وسطه الشاب نتيجة الإصابة والتي جاءت بوقت صعب على بطل فرنسا. يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لتدعيم دفاعات الفريق بعقد صفقة مميزة في الميركاتو الشتوي القادم. وذكر الصحيفة الإكسبريس أن اليونايتد بات على مشارف التعاقد مع غويلهيرم أرانا الظهير الأيسر لفريق كورنثياس البرازيلي ليكون بديلا للظهير لوكشو.
كما ألمحت التقارير الصحفية أن ممثلي اللاعب وصلوا يوم أمس إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع مسؤول شياطين الحمر لعقد اتفاق رسمي حول الصفقة. أكدت تقارير إعلامية أن أدريان رابيو نجم وسط باريس سان جيرمان سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في فخذ الأيسر خلال مشاركته بالمواجهات الودية والتي جمعت منتخب بلاد فرنسا وكوتيفوار. وذكر الصحيفة لكيب أن رابيو سيغيب أمام نانت في الدوري المحلي وأرسنال في دوري الأبطال. ويعد رابيو أبرز لاعبي بي اس جي منذ الموسم الماضي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. نترككم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه، وعطلة سعيدة ونايس ويكند.